هذا الشيلة من كلمات الشاعرة الأستاذة منيرة أم منير بمناسبة ترقية أميرها منير بن أنور أبو وهج إلى منصب مدير إدارة في الاتصالات السعودية بالرياض. تهانينا للمهندس منير وألف مبروك. حقي نفخر يا بياض الوجه بك طول العمر. تم التوزيع الفني والمكساج كيف مفخر في استديو يا منير يا سيد الرجال. البطل منير أنور وذكره لحظة أتباهى وارفع الراس به في كل حال. حقي نفخر يا بياض الوجه بك طول العمر. كيف مفخر فيك يا منير يا سيد الرجال. حقي نفخر يا بياض الوجه بك طول العمر. كيف مفخر فيك يا منير يا سيد الرجال. البطل منير أنوار وذكره لحظة أتباهى وارفع الراس به بكل حال. اعتلى مجد المهندس على سطح القوى يستحق الترقية بوه لا جدا. ألف مبروك يا منير المناصب والظفر. يوم نلت الترقية بالجهود وبالفعال. راقي بجهدك ولشان عالي معتبر. والمدايح يا فخرنا معك الجامسة. يا كفو مردك الصعب والدوس الخطر. ما حظى مثلك في الناس يا صعب المنال. رايتك عليا ترف ضيف على أعلى قصر. اللغة الأجنبية وصلت على الكمال. من بلاد الغرب جبت الشهايد الصقر. والمناصب بك تشرف حقيقة لك تقال. سيف في غمده ومن شاف حده ينبه. والمذاهب والشرف فيك يا وفي الخصال. جاك قافي يا غلا الروح يا ضي النظر. من بحر شعري قصايد فلو زن الثقال. حقي نفخر يا بياض الوجه بك طول العمر. كيف مفخر فيك يا منير يا سيد الرجال. حقي نفخر يا بياض الوجه بك طول العمر. كيف مفخر فيك يا منير يا سيد الرجال. البطل منير أنوار وذكره لحظة أتباهى وارفع الراس به بكل حال. اعتلى مجد المهندس على سطح القوى يستحق الترقية بوه وبلاد دار. ألف مبروك يا منير المناصب والظفر. يوم نلت الترقية بالجهود وبالفعال. راقي بجهدك ولك شان عالي معتبر. والمدايح يا فخرنا معك تلقى مجال. يا كفو مردك الصعب والدوس الخطر. ما حظى مثلك في الناس يا صعب المنال. رايتك عليا ترف ريف على أعلى قصر. والمناصب اكتشاف حقيقة لك تقال. سيف في غمده ومن شاف حده ينبهر. والمذاهب والشرف فيك يا وفي الخصال. جاك قافي يا غلا الروح يا ضي النظر. من بحر شعري قصايد بلوزن الثقال. في استديو الإبداع الفني للإنتاج والتوزيع الفني.